معنا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس اهلا بك. يعني مع كل هذه التقلبات والمفاجآت، هل نتوقع بالفعل مفاجآت في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وهل احتمال تأجيل الانتخابات وارد؟ بداية، مروج أغلق باب الترشح منتصف ليل أمس بعد أن قدمت 36 قائمة، آخرها قائمتين لحركة فتح، قائمة الحرية بقيادة ناصر القدوة وفدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، والقائمة الثانية هي قائمة حركة فتح التي تضم يعني أفراد وقيادات من اللجنة المركزية لحركة فتح. وقضي الأمر وبات الأمر واضحا بالنسبة لحركة فتح التي ستذهب إلى الانتخابات التشريعية، إن حصلت بثلاث قوائم: قائمة ناصر القدوة، قائمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقائمة التيار الإصلاح بقيادة محمد دحلان. هذا الأمر وهذا التشرذم لربما يقلق القيادات ويقلق الشارع الفلسطيني عن يعني إجراء هذه الانتخابات من عدمه. المشهد الفلسطيني في حرج وفي أزمة كبيرة، يمكن القول ما بين عمل هذه الانتخابات، إجراء الانتخابات، من تأجيلها. على الحالتين الأمر صعب جدا وله تداعيات لربما سلبية كثيرة. إذا ما أجريت الانتخابات بدون القدس مثلا وتم الرضوخ إلى إرادة إسرائيل، فإن ذلك سيكون اعترافا ضمنيا من الفلسطينيين بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وبالتالي هذا هذه الذريعة الواضحة. لكن الذريعة الغير واضحة هي قضية الانقسام وخوف حركة فتح من أن تخسر مقاعد كثيرة مع هذا التشرذم الذي حصل في قياداتها. والأمر الأهم من ذلك هو أن يعني مروان البرغوثي الأسير القابع في سجون إسرائيل يريد التنافس على الرئاسة الفلسطينية. إذا ما دخلنا مضمار الانتخابات بالتوالي، وهي أن تبدأ في مايو، نهاية مايو كانتخابات تشريعية، وفي يوليو المقبل سيكون هناك انتخابات رئاسية، فإن مروان البرغوثي سيتنافس أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. استطلاعات الرأي تعطيه أرقاما مهولة وكبيرة، وتعطيه بأنه هو من سيكون الرئيس المقبل للشعب الفلسطيني حسب استطلاعات الرأي إذا ما تنافس على كرسي الرئاسة، رئاسة السلطة الفلسطينية. طيب، هنا ما هي الفرص التي ترصدها فراس لكل قائمة من هذه القوائم التي تحدثنا عنها؟ ذكرنا أنه فتح لديها ثلاث قوائم، قائمة ناصر القدوة مدعومة من البرغوثي، والقائمة الرئيسية طبعا هي قائمة المنشقين، القائمة الرئيسية لحركة فتح، والقائمة الإصلاحية. هل أي من هذه القوائم لديها فرص أكثر من الأخرى؟ يعني لكل قائمة لديها قاعدة شعبية حقيقة، كلها تنبع من حركة فتح، وكل قائمة لها قاعدة شعبية. نتحدث عن قطاع غزة، تيار الإصلاح فيه قاعدة شعبية كبيرة، مخيمات الضفة أيضا له قاعدة كبيرة، ناصر القدوة، وأنت تعلمين بأنه يعني قريب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهناك يعني تأييد كبير له، وكان دبلوماسي يعني لامع في الأمم المتحدة، إلى جانب فدوى البرغوثي وهي زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، وأيضا لها قبول، ويعني هذا كله يعطيها فرص كبيرة. أما القائمة الرئيسية وهي قائمة حركة فتح، فكان فيها أسماء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وهذا لربما انقلاب على القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني بأن لا يكون هناك قيادات لا من المجلس، لا من اللجنة المركزية أو من المجلس الثوري. وبالتالي محاولات حركة فتح التي تمثل الرئيس الفلسطيني لم شمل القائمة أو فتح بقائمة واحدة باءت بالفشل، وبالتالي هي قدمت قائمة. الشارع الفلسطيني الذي استطلعنا أراه صباح اليوم يقول بأن ذلك قد يؤثر على قوة حركة فتح، على مسارها السياسي، على مشروعها التي يعني جاءت من أجله تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وأيضا الأمر الآخر هي قضية القوائم. الشارع الفلسطيني يرى بأن هذه القوائم لا تمثله بشكل كبير، فلم يشاهد الطبيب، ولم يشاهد العامل، ولم يشاهد يعني من يمثل قطاعات مختلفة، فقط قيادات. وهذه القيادات لربما يريد الشارع الفلسطيني أن يرى
غيرها أو يرى وجوها تمثله في قطاعات نعم. مختلفة. صحيح أن هناك 36 قائمة منها من رفع شعارات اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، ولكن نحن نتحدث بالتركيز أكثر على قوائم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها قضية حركة فتح نعم. التي تقسمت إلى ثلاث قوائم. شكرا جزيلا لك على المتابعة من رام الله، مراسلنا فراس لطفي.